السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا فيكم في قناة إبراهيم. ودي شانل بيتسويتش بيلا تشوبات يا عالم دارك سلامات شوب بزيتي بيرلين اليوم لاقراتن سلام من الله من سلات إن شاء الله ويم أنتن ويم أنتن لاي ويم بزوت تشن نجركن كطفات هلا على هنا ودني من الطفات ارجيت أني هنا لهنا ودني من تلالة مكنياتو مندينو الدنيا ስላልሰጠህ الدنيا ስላልሰጠሽ የሆነ የሚያምር ልጅ አይተሽ የሆነ የምታምር ልጅ አይተህ እሷ ላንተ ስላልሆነች በዚህና ስላልፈ ስላላገኘሃት ያ ሐቢቢ የምትወዲያትን እናትህን የምትወዲያትን ሚስትህን የምታይበት አይን ሰጥቷል። ነኢም አይደለም እሱ? እስኪ ሌሎችን ተመልከት። አንተ አላህ አንተን እንዴት እንደሚወድህ ማየት አሰብክ? ማየት ከቻልክ ማለት ነው ራስህን ወደዚያው ወደ ራስ ተመልክተህ ማለት ነው። ለሰከንድ እንደው ኧረ ተው ደቂቃውን ተውና ለሰከንድ ወይም ለተዋኒ እስኪ ለሰከንድ ብቻ ሰከንድ ይሆናል ብላችሁ እንደው ጭፍን አድርጋችሁ ዱንያ ምን ያህል ጨለማ እንደሆነች እዩት። ያንና ኢማም ታውት የዛን ጊዜ ነው መትወዳት እናትህን እያየህ ነው፣ መትወዳት ሚስትህን እያየህ ነው፣ አለምን እያየህን ነው፣ መጥፎውንም ጥሩውንም እያየህ ነው። የምትፈልገውን ነገር በአፍ ተናግረህ እየበላህ ነው። መጥፎ እያወራህ ነው፣ ጥሩ እያወራህ ነው። ምክንያቱም አፍ ይናገራል፣ ምላስህ አልተያዘችም ማለት ነው። የሚፈልጉትን ነገር በጽሁፍ የሚናገሩ ስንቶች አሉ። አረ ደግሞ መጣፍ እኮ የማይችሉ ከዛ የባሰዋል አይደል እንዴ? ሶስተኛ አራተኛ ሰብ ማገናዘብ እንድትችል አእምሮውን በትክክል አድርጎ ይሰጠሃል አይደለም? ዛሬ ምዛው ነገ ምዛው ተትናንትና በስቲያ ምዛው እጥፋት ላይ እየዋልክ እያደርግ ከሰው የተደበቀ እሱን ሳትደበቅ እሱ ግን የተደበቀውን ማዋቂ ነው። ያን ሁላ ሚስጥርህን እያወቀ የሆነ ነገር የማያረግ ይመስልሃል? ምን በማለት ነው? ስለሚወድህ እኮ ነው። ነገ ባሪያዬ ይመለሳል፣ አንድ ቀን ባሪያዬ ትክክለኛ ሙስሊም ይሆን ይችላል፣ ይመለሳል በሚል ያንተን ወንጀል ማለት ነው። ወንጀልህን እያየ ሁሉን ነገር እንግዲህ ያው ሁሉንም ማሪ ነው አይደለም፣ መማር አይደለም። ወንጀልህን ራሱ በኸይር ነገር በሐሰና የሚቀይር ፈጣሪ እያለህ እንዴት አይወደኝም ትላለህ? ወንድሜ እንዴት አይወደኝም ትያለሽ? ሄቲ እንደፈለክ እየተናገርክ እንደፈለክ ይበላህ እንደፈለክ መራመድ ትችላለህ፣ ማውራት ትችላለህ፣ ማየት ትችላለህ፣ መስማት ትችላለህ። ያ ሐቢቢ ያ ተራ ትሕብ አላህ ወለላ ትሕብ አላህ አንተ ብትሕብ አላህ ወለ ሸክ ፊክ እና አላህ ይሕበክ ኩል ልዮም ትምር ምን ልአሙር ወልምን ልሓያትክ ዮም ዋህድ አንተ ሙምኪን አልዮም ቦክራ ይጅክ ምን ልአሙርክ ላ ተቅላጥ ላ ተቅላጥ ተራ ወልቀለጥ ቢትሰላሳ አላህ ቢሕብክ ቅርበ ለየ ያ ዒባዲ እዲኦኒ ውስጥ ጅብልኩም ጠባ ቤት أنت شكلك تبغى اليوم اليوم يا حبيبي الله ممكن الأجل ما في طعام الأجل ما عنده طعام ولا فتنوتشن على الفخ يا جنيه هنا قر تقبل بسو اسكي ياسبو عند لي نمبر هابت من دينا ليجو سران دي سرا هارا يني لي سرا يسرا ميسا طوال ليسا طالة سنتنا فلو انجدي انيا بهوت سنور يا انجدي اموتنو ከሰከንድ በኋላ አሁን እያወራህ ሊሆን ይችላል። ሁሉ እንግዲህ ያው መቼ እንደሚሆን የማይታወቅ በኔ አደም ብዙ እናወራለን። ሊማዘ ያ አላህ እንላለን፣ እኛን ለምንድን እንላለን። ከዛ ያ ልጅ አንድ ጊዜ አባት ከየት እንደሚያመጣው ባይ ስለተወሰነ አመት ያ ንብረት ልጁ የሚያው ነው። ግን ታአለህ ሁሉ ነገር አባቱ ፎቅ በፎቅ ስለሆነ የሚሰጠው ንብረቱ ሲጠፋ ልጁ መስራት አይችልም። አቅም ስራ አላስተማረውም። ዘወር ብሎ ምንድን አለው? ምክንያቱም እድነው ንያት الدنيا يا حبيبي دنيا ما لها امور ما لها ثمن دنيا والله الدنيا ما لها ثمن ولها ميزان ميزان ممكن سويت لها خير مويه وطعم المسكين والفقير واليتيم هذاك ممكن في خير لكن الدنيا غير هذا اخرتها اولها فيه النار الدنيا والدين انت اهم شيء بك يتمنى للناس تتمنى خير اهم شيء يتمنى خير انت يتمنى خير يا رب ما لي غيرك يا الله ما تقول واحد عنده فلوس عنده يا حبيبي من اعطاها فلوس بس هو ما في جالس زيك يسوي سبب الله يعطي سأل يعطيك يمكن انت ما تصلي يمكن انت ما في قريب لله بس تطلب يا الله يا الله لا تخون انت يعني المفلس تعرفه يصوم بس في شيء ما الله بيعرفه الناس ما عارفون هو يسوي هو عند الناس ممكن هو خلاص شيخ بيصوم بكل شيء قدام الناس خير طب هذا اكل الاموال اليتيم شتم المسكين والفقارة صلي وقرها كل شيء الله بيعطي كل شيء ايش تبغى بيت زواج كن صادق مع الله مخصين لله رب العالمين مخصين لمن
لله تكون قريب كده، انت قلبك اللي اختارم الناس عشان يختارموك. ايش يقولون احلى العرب؟ احلى العرب ايش يقولون؟ اللي ما انت ايش تخوف؟ اللي ما يخوف الله لازم تخوف منه. ايش قالوا كده؟ عشان هو ما يخوف الله يخوف منك انت بني ادم. اللي يخوف منه يخوف من الله، لا تخوف منه. عشان ايش؟ خوف الله يعرف قانون الله، يعرف الله كيف بيمسك عليه عقاب شديد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم تكلمنا على كلام هذي، اذا غلطت سامحوني، انا بس حكيت اللي في قلبي. انا بس ما في نفر يقول لا الله ما بيحبني. عشان ايش؟ شاف البنت بتجنن، بس هي قلبها ما تعرف شيء. بهايم معلوم، بهايم غنم يتكلمون يحكوا عليك. لا بهايم لي نفر بدون مسلم، والله يقول لكم حاجة، والله أنا نفر بدون مسلم بدون صلاة، اللي ما يصلي لا يزعل مني، ما يصلي بحي معلوم غنم حيوان يعني زيزة. اللي ما يصلي أنت موت. أول أو أول سؤال يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت، والنساء الصلاة الصلاة الصلاة، تعرف إيش عمود الدين يا حبيبي، عمود الدين. لا تنسوا زر الإجابة اشتراك وشر.